عمر ياسمين ما هذا صندوق الطعام النظيف وماذا به طعام نظيف لمن يا عمر لكل جائع لا يملك ثمن الطعام. ما عليه إلا أن يفتح الصندوق ويتناول وجبة مجانية دون أن يضطر لطلبها ويضع نفسه في حرج. الله فكرة جميلة. هل ستضعين طعاما في صندوقي؟ إنه صغير، لن يكفي لطعام آخر. سأصنع صندوقا خاصا بي. اسمعي، هيا نصنع صندوقا كبيرا يتسع لكل الطعام الفائض من سكان العماره رائع هكذا تكون الفائده اكبر اتوبيس المدرسه وصل يا عمر ماذا تصنع انت وزملاؤك نضع ما تبقى من شطائر المدرسه في صندوق الطعام ما تبقى من شطائر اذا ساعطيك شطيره واحده بدلا من اثنتين لا يا امي بل اعطيني ثلاثه حتى نملا الصندوق للفقراء نجحت الفكره وكل الامارات وضعت امامها صندوق طعام مثل صندوقنا ما شاء الله وما حدث في شارعنا يحدث الان في شوارع اخرى وسيحدث ايضا في احياء ومدن اخرى الكل الان يتنافس في اشكال واحجام الصناديق وحجم وانواع الاطعمه التي توضع فيها للفقراء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولكن الناس نسيت انني صاحب الفكره الاصلي الله لا ينسى ستكون في ميزان حسناتك وستأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. وهل بذلك أكون قد صنعت شيئاً لوطني؟ بالطبع، صنعت شيئاً لوطنك الأصغر. ووطني الأكبر؟ دينك، والأمة الإسلامية كلها. ماذا تقصد؟ الإسلام يا عمر ألغى الحدود النفسية بين البلدان، وجعل المسلمين كلهم إخوة. مهما فرق بينهم المكان إخوة في الدين وفي الحق وفي الخير يتعاونون جميعا على البر والتقوى وينصر بعضهم بعضا ضد أي ظلم يقع عليهم قل لي إذن ماذا فعلت في مكة بعد أن تقربت من الشيخ محمد الأزرق ومصيبة سرقت نقودي سرقني اللص في زحمة السوق ايها الناس انتشر اللصوص في السوق انتبهوا الى اموالكم التي في جيوبكم احترس ايها الاعمى اه عفوا لم ارك لانك تسير للامام وتنظر الى الخلف وتؤذي الناس من حولك انت ايضا كان يجب ان تحترس تقصد انني انا المخطئ على اي حال لقد اعتذرت اليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اعطني يا عم قليلا من الخبز والجبن درهمان ما هذا اين ذهبت نقودي ابحث عنها جيدا كانت هنا وضعتها في جيبي قبل ان انزل من البيت هل سرقت السيده المسكينه نبهتني قالت ان اللص سرق نقودها واللصوص منتشرون في السوق آه هكذا وقعت في الفخ. ها؟ أي فخ؟ بالطبع وضعت يدك على جيبك فور سماعك لكلامها، فرآك اللص وعرف أين تخفي نقودك. يبدو أن هذا قد حدث فعلاً. هذه السيدة شريكة للص، قالت لك ذلك حتى توقع الطيبين من أمثالك. يا الله. لله ما أعطى ولله ما أخذ. تفضل الطعام. لا فليس معي ثمنه لن اتركك جوعان اعطني ثمنه في وقت لاحق بعد ان تعود الى بيتك والله يا عم ليس معي اي مال في بيتي لقد سرق اللص كل نقودي لا حول ولا قوه الا بالله انا بخير يا امي ولا ينقصني الا رؤيتك انت واحمد اخي انت ايضا اوحشتنا كثيرا يا محمد أتقدم كثيرا في دروس العلم وعندي ما يكفيني من المال لا ترسل لي أي أموال أخرى لماذا يقول ذلك؟ لأن لديه مالا يكفيه من أين؟ إنه لا يعمل في مكة قد بارك الله في المال القليل الذي أعطيناه إياه أشعر يا أحمد أن أخاك يخفي عنا شيئا أي شيء؟ ليتني أعرف كنت قد انتويت أن أحج العام القادم حتى أراه في مكة ولكننا لم نجن من زرع أرضنا إلا المال اليسير ولذلك لن تستطيعي أن تحجي آه هذا ما عرفه أخوك محمد فأراد أن يخفف عنا النفقات وادعى أن لديه ما يكفيه من المال تتغيب عن مجلس العلم اسبوعا كاملا والله يا شيخنا مررت بظروف صعبه انت الذي صعبتها على نفسك لست اول من سرق اللصوص ماله وكيف عرفت من جارك الذي تسكن معه ساضطر للعمل حتى اوفر مصاريف اقامتي ومعاشي اتضيع الوقت في العمل وتنشغل عن دروس العلم ليس لدي حل اخر اذا تعمل معي انا وساوفر لك كل نفقاتك وماذا اعمل معك يا شيخنا قلت لك انك انجب تلاميذي ستجلس بجواري في مجلس العلم وتكتب كل ما تسمعه مني حتى الاسئله التي يسالها التلاميذ وردود الفقهيه عليها ثم ماذا بعد تساعدني في جمعها في كتيبات صغيره نقوم باعطائها لهم في نهايه كل شهر ولكني لم اتعود ان اخذ مالا مقابل اي جهد علمي لقد قلتها بنفسك يا محمد انت في ظروف صعبه ما شاء الله يا محمد صرت الذراع اليمنى للشيخ الازرقي في كل مجالس علمه وابحاثه العلميه هذا من فضل الله يا سيدي، والله لقد أفادني الشيخ أكثر مما أفدته. لقد ساعدته في تأليف أكثر من عشرين كتيبا، وانتفع بها طلاب العلم في مكة وخارجها. وانتفعت أنا بها، وستساعدني إن شاء الله في تأليف كتابي الذي سأجمع فيه الأحاديث النبوية الصحيحة. أما زلت تفكر في هذا الكتاب؟ والله ما نسيته طرفة عين. ولهذا جئتك اليوم؟ ماذا تقصد؟ أشعر أن مهمتي في مكة قد انتهت. مم. تريد أن تعود إلى بخارى؟ لا، سأرحل إن شاء الله إلى المدينة المنورة. آه، حتى تلتقي بعلماء الحديث هناك وأتعلم منهم كما تعلمت على أيديكم هنا في مكة. سنفتقدك كثيراً يا بخاري، لقد تركت أثراً طيباً. عند معظم أهل مكة ستظل مكة وأهلها في قلبي دائما وأدعو الله أن أعود إليكم قريبا